البنات دابا بغيت نعرفكم بهناء بنت اختي اللي غادا تكون معايا ان شاء الله في الفيديوهات، بزاف ديال الفيديوهات غتكون معايا ان شاء الله، غنقدمها لكم. سلام البنات، نتمنوا تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى المحتوى ديال القناه ديال نجوى سعادتنا لاعجابكم، ومرحبا بكم معنا في كل الجولات. شكرا هناء. السلام عليكم البنات، صباح الخير عليكم، اخباركم بخير هانيين. المهم اليوم غادا نخرجوا، غادا نمشيو لواحد المحل كيبيع المواد الالمانيه، شوفوا معنا ونضروا في فيرا وناخذوا منكم المواد ان شاء الله من بعد ان شاء الله، اجيو معنا. انا غادا ناخذ هذه كتحيد الزغب من المونتاج من الوجه، غادا نجربها. هي الديكور ديالها بحال عطير بحال عكر، حتى تستعمليها احسن نشوف نستعملها اذا كانت مزيانه، لحقاش هذه ديجا شفتها في الاشهار ولكن ماشي بزاف ثمن. هذه ديالي لا غير 14 اورو، كانت مزيانه بحالها بحال هذيك اللي هي دايره 50 اورو، راه هذه الاحسن، هذه رخيصه. سالي التقضية ديالي من الان، دابا غادا نمشيو للدار باش نتغداو، ومع السلامة وخليك لكم الراحة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.